السلام علیکم ناظرین گرامی، طلبہ مدرسہ تعلیم الفرقان بھرتی بھلیسہ نے سالانہ اجلاس کے موقع پر منفرد انداز میں تلاوت کلام پاک سے سامعین کو محظوظ کرایا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس منفرد انداز میں کی ہوئی تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہوں۔ ہمارے یوٹیوب چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم
صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم.